بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. نكمل مع بعض في كورس إيتاب. دلوقتي يا باشمهندسين، إحنا اتعلمنا إزاي ننمذج منشأ، تمام؟ المنشأ ده كان ببلاطات مختلفة، يعني تو واي هولو بلوك وون واي وسوليد سلاب وفلات سلاب، وتعلمنا إزاي نصمم البلاطات والكمرات، وتعلمنا ازاي نعرف مثلا القطاعات والماتيريال، وازاي نعرف اليونتس، تمام، وازاي نظبط الجريدات. كل الكلام ده يا باشمهندس الهدف منه بس ان انت تتعلم قوائم البرنامج، وده الهدف من كورس ايتاب ده، تمام. انا مش بعلمك ديزاين دلوقتي، لسه مرحلة الديزاين قدام على مشروع ان شاء الله، او على المشاريع اللي احنا هنشتغل عليها، المشاريع الحقيقية. انا دلوقتي بس يعتبر بأهلك، تمام. طيب، وتعلمنا ازاي برضو نعرف الاحمال، الاحمال الرأسية. طبعا لسه مرحلة الاحمال الجانبية انا مش هتكلم عليها في الكورس ده، تمام، يعني عشان ما شتتكش مش اكتر، عايزك بس تتعلم البرنامج. الاحمال الجانبية ان احنا نعرفها، هتلاقي الموضوع بسيط جدا، يعني هتلاقينا نفس القائمة مثلا بتاعت لود باترن، مثلا هتلاقي هنا من التايب، هنا هتلاقي ايه، في هي بس مقفولة عشان ايه، انا عامل ران، تمام. هتلاقي في اهوت ديفاين لود باتر، هتلاقي في هنا ايه، سيزميك لود، تمام، وويند لود، ودولت اللي احنا بنستخدمهم، حاجه اسمها سايزميك دريفت. هنتكلم بقى عن الكلام ده لما نيجي نطبق على المشاريع بتاعتنا برضو ان شاء الله. هتلاقي الموضوع مش صعب ولا حاجه، ولكن بس عشان ما اكبرلكش القصه يعني في دلوقتي، انا بس عايزك تتعلم بس القوائم ديت، هي اللي احنا هنحتاجها لما نيجي نعرف حاجه جديده. كده كده طبيعي ان احنا مش هنشرح كل حاجه دلوقتي، يعني في حاجات سايبها للمشاريع، تمام، في حاجات مش هنشوفها غير في المشاريع، تمام. فهو بس هتكمل بعضها، فكان الافضل ان احنا نتعلم بس ايه، نتعلم البرنامج على في المحاضره ديت او في الكورس ده، كنوع مبدئي يعني. خلاص، طيب، خلاص احنا كده اتعلمنا التصميم زي ما قلت لك، اتعلمنا ازاي نصمم الاعمده والكلام ده، تمام. طيب، دلوقتي طبعا برضو في تصميم الأعمدة هنتكلم برضو في مواضيع تانية، يعني اتعلمنا تصميم الأعمدة بس لسه يعني برضو فيها كلام تاني بقى هنربطه بالتصميم اليدوي والكلام ده، والباكلينج والحوارات دي بقى هنبقى نتكلم عليها بعدين، خلاص، والبي دلتا وكده، يعني لسه في كلام كتير في التصميم، يعني ايه، لسه هنتكلم الكلام ده على المشاريع. طيب دلوقتي بقى يا باشمهندس، بداية من دلوقتي انا هبدأ ان انا اتكلم معاك في مواضيع متفرقة في البرنامج، تمام، قوائم متفرجه. يعني دلوقتي احنا واحنا بننمذج، طبعا انا يعني حبيت ان انا اعلمك البرنامج واحنا بننمذج على مشروع حتى لو بسيط، عشان ايه، تربط الكلام بالمشاريع، وده اللي احنا الخطوات اللي احنا هنمشي عليها برضو لما نيجي قدام نطبق على المشاريع، تمام. طيب دلوقتي بقى في قوائم ما قابلناهاش وفي حاجات ما قابلناهاش، تمام. دلوقتي الهدف بقى من المحاضره ديت ان او الهدف من الفيديوهات ديت بقى، انا مسميها ادفانسد توبكس، تمام، او مواضيع متقدمه. مثلا هي مش كلها تبقى مواضيع متقدمه، ولكن ايه، حاجات يعني ايه، حاجات خارج عن موضوع الديزاين، حاجات بنحتاجها يعني، حاجات مهمه برضو، تمام. فان شاء الله هنبدا بقى في الفيديوهات دي، تبقى فيديوهات قصيره كده، خمس لعشر دقايق، هنتكلم في كل فيديو عن موضوع معين. خلاص يا باشمهندسين، طيب في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تطلع ريبورت. يعني ده مثلا مشروع، ده مشروع فندق مثلا، المشروع ده انا خلصته، ولما اجي يا باشمهندس، طبعا انت لما بتخلص المشروع انت بتسلم اللوحات وبتسلم كالكوليشن شيت، تمام. كالكوليشن شيت مثلا بيكون الشكل ده، هو كان مثلا واصل معايا ل 77 صفحة. بتبدأ مثلا، طبعا هنتكلم عن الكالكوليشن شيت ازاي تعملها للمشاريع باذن الله، المشاريع اللي احنا هنطبق عليها والكلام ده، تمام. فلما نيجي نعمل كالكوليشن شيت بنحتاج بقى ان احنا ناخد حاجات من البرنامج. انت لازم تفهم برضو الراجل بتاع البلديه اللي هيراجع وراك، تمام، مدخلاتك لازم تعرفه انت دخلت ايه، الماتيريال اللي انت مدخلها، هو هيعرف منين انت مصمم صح ولا لا، هيعرف منين القطاعات اللي موجوده على اللوحات هي اللي مدخلها على البرنامج ولا لا، تمام. فلازم بقى تدخل له يا باشمهندس ايه، او تعرفه. في ناس بقى بتعمل ايه، تيجي كده يا باشمهندس مثلا وليكن، تقوم جاي واخده سكرين شوت وتروح تحطها في الكالكوليشن شيت، تمام. في ناس تيجي برضو على الاحمال تاخدها، الكلام
كده يعني، تاخد سكرينات يعني من المشروع نفسه والكلام ده، تمام. طب ليه تعمل كده؟ ما ان البرنامج يقدر يطلع لك ريبورت محترم جدا، تمام. هتلاقي فيه كل حاجه انت دخلتها، يعني الريبورت بيكون فيه كل حاجه انت عملتها، تمام. فمثلا انا بجيب لك برضو مثال من الواقع عشان تربط القصه بالتصميم على ارض الواقع والمشاريع وكده. نيجي هنا مثلا لمرحله اللاترال لود، تمام. انا هنا يا باشمهندس ده الكلام ده بيبقى موجود في الريبورت اللي بيطلعه البرنامج، تمام. بناخد سكرينات مثلا، هنا بقى بتعرفه ايه يا باشمهندس؟ بتعرفه مدخلاتك، تمام. ومثلا ادي اللونج تايم بيريود، مثلا ادي الار، ادي الاوميجا، تمام. ادي الاس اوف اس، ادي الاس اوف 1، ديت المعاملات الزلازل وفقا للكود الامريكي او الكود السعودي، الاثنين واحد، تمام. وهكذا. وديت الفورسز اللي طالعه مثلا على الادوار بتاعتك، الكلام ده كله بيبقى في الكالكوليشن شيت، بناخده سكرينات، تمام. فمهم جدا موضوع الريبورت ده، تمام. الريبورت تقدر تطلعه من اي فيرجن للبرنامج عادي. هنا مثلا فاتح 18، خلي بالك بس ايتاب 17، ايتاب 17 في مشكله في موضوع الريبورت، ممكن يكون خاصه بالكراك يعني. ممكن الكراك اللي احنا بنستخدمه او المعظم بيستخدم بتاع 17 ده، اللي هو بتاع اسمه احمد زيزو تقريبا اللي عامله، ما بيطلعش ريبورت، بيخلي البرنامج يهنج، تمام. انما اي فيرجن تاني بيطلع عادي ريبورت، تمام. طيب عايز اطلع ريبورت يا باشمهندس، من هنا من فايل كرييت ريبورت، هتلاقي فيه كذا نوع، بيقول لك مثلا شو بروجكت ريبورت، شو سامري ريبورت، اد نيو يوزر ريبورت، تمام. وهنا ادفانسد. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ لو قلت له يا باشمهندس، طبعا الكلام ده تقدر برضو تجيبه من هنا، لو جيت هنا على الموديل اكسبلور، وهتلاقي هنا ريبورت، تمام. هنا بيقول لك يا باشمهندس انا ممكن اطلع لك من هنا بروجكت ريبورت او سامري ريبورت، لو اتكيت على اي واحده فيهم هتلاقيه بقى يقعد يطلع لك ايه الريبورت، تمام. وتقدر تخرجها من هنا. هو ليه يا باشمهندس ما ضافش القائمتين التانيين؟ لان في الغالب دولت اهم حاجه، تمام. طيب الاولى ديت يا باشمهندس بيطلع لك ريبورت للمشروع ككل، تمام. كل تفصيله في المشروع، كل تفصيله حرفيا، كل نقطه انت عاملها، فبتلاقي الريبورت ده كبير جدا، ممكن يوصل معاك ل 3000 صفحه حسب حجم المشروع، تمام. وفي حاجه اسمها سامري ريبورت. سامري ريبورت ده ملخص كده من الاخر، يعني بص هات لي الخلاصه، هات لي الحاجات المهمه اللي انا هحتاجها، او اللي انا ممكن اخدها سكرين مثلا، الحاجه اللي هتفيدني زي ايه مثلا؟ زي الماتيريال، زي السكاش اللي انا معرفها، زي الاحمال اللي انا معرفها، زي اللوك كومباينيشن، تمام. زي مثلا مدخلات الزلازل، زي مخرجات الزلازل، الكلام ده كله. ففي الغالب احنا بنستخدم السمري ريبورت، ممكن يكون معاك مثلا ايه 100 صفحه ولا حاجه، تمام. بناخد الحاجه اللي احنا محتاجينها مثلا، تمام يا هندسه. طيب اد نيو يوزر ريبورت ده يا باشمهندس، لو انت عايز تعمل ريبورت بايدك، يعني انت هتضيف تفاصيل بايدك معينه، زي مثلا اقرا كده معايا هنا، مثلا بيقول لك الجنرال، اول حاجه هنا بيقول لك انكلود كفر بيج، لو اتكيت هنا موديفاي مثلا هتلاقي الكفر بيج اصلا اللي هي اول صفحه في الريبورت، انت تقدر تشكلها زي ما انت عايز، تمام. يعني اسم العميل، اسم المشروع، رقم المشروع مثلا، اسم الشركه، اللوجو بتاع الشركه ممكن تضيفه، تمام. طبعا لو اتكيت تكتين بيفتح لك بقى، تقدر تحمل هنا اسم المهندس وهكذا بقى، خلاص يا باشمهندس تقدر تشكلها زي ما انت عايز، تمام. فتقدر تضيف حاجات وتشيل حاجات، هنا مثلا بيقول لك ايه انكلود ليست اوف تيبل، هنا مثلا الديفينيشن، انت تقدر هنا تشكل الريبورت زي ما انت عايز، خلاص. ولكن احنا في الغالب مش بنلجأ لديت يعني تقدر انت ايه، تقدر انت تقعد تقرا بقى، هي حاجات بسيطه كلها، لو قعدت تقرا مثلا، تمام. هنا مثلا ايه بيقول لك اضيف لك السترين اللي هي الركائز مثلا، او لا الدايفرام، ممكن تضيف اللي انت عايزه وتحذف اللي انت عايزه، تمام، وهكذا. فتقدر تشكل الدنيا زي ما انت عايز، يعني تبقى تقرا بقى وتشوف انت عايز تعمل ايه، وبعد كده في الاخر تقول له ايه، تقول له كرييت، في الاخر تقول له كرييت، هتلاقيه عمل لك المشروع، تمام. طيب انا مثلا احنا في الغالب بنستخدم السمري ريبورت، فلو اتاكدت خلي بالك ان احنا هنا فكين القفل، تمام، يقدر يطلع لك ريبورت عادي لو انت فاكك القفل. فلو اتكيت تكتين كده يا باشمهندس، تمام، هو هيبدا بقى ايه يخرج لك الريبورت، تمام كده، خلص اهو يا باشمهندس، تمام. فتلاقي هنا ده سبع صفحات بس،
طب ليه يا باشمهندس؟ طيب خلينا مثلا ايه نرجع تاني، تمام. طب لو مثلا جينا من هنا يا باشمهندس قلت له كرييت ريبورت وقلت له شو سامري ريبورت، هل الدنيا هتختلف؟ سيبه كده بس يحمل، هتلاقي 7 صفحات برضو يا باشمهندس، تمام. طيب ايه اللي انا هعمله يا باشمهندس؟ هروح كده مثلا اعمل رن واشوف الدنيا هتختلف ولا لا. خلاص هو عامل رن اهوت يا باشمهندس. لو جيت مثلا هنا قلت له طلع لي بقى الريبورت، هنشوف مره البروجكت ريبورت ومره تانية السمري ريبورت. ادي كرييت ريبورت، لو قلت له مثلا الاول طلع لي السمري ريبورت وسيبه بس دقيقه كده يحمل، وبياخد وقت بس على ما بيطلع الريبورت حسب بقى امكانيات جهازك. اهوت يا هندسه كده طلع لك ريبورت. السمري ريبورت يا باشمهندس مطلعه 82 صفحه، تمام. لو جينا نبص هنا بيقول لك مبدئيا ده اسمه سمري ريبورت، تمام. طيب اما تيجي كده تبص يا باشمهندس، اتحرك كده مثلا، تمام. بيقول لك هنا الاستراكشر داتا. طيب طبعا يا باشمهندس انت تقدر تطبعه، هعلمها لك دلوقتي ازاي تطبعه. هنا مثلا بيقول لك هنا الاوتو سيزميك كالكوليشن، تمام. اللي هو يعني مدخلات احمال الزلازل وحساباتها بقى، خلاص. وحسب الفورس قيمه الفورس قد ايه اللي هو حاسبها، تمام. انا ممكن اطبع لك الريبورت ده على اساس نشوفه بشكل اوضح، تمام. فلو هنا يا باشمهندس قلت له برنت من هنا، من هنا برنت ريبورت، وبعد كده تقول له اوكي، فبيقول لك انا هطلعه لك بي دي اف، تمام. احفظه لك فين يا باشمهندس؟ وليكن هنا، تمام. وبعد كده اقول له سيف، واستنى بس يخلص عدد الصفحات بتاعه. هو كده خلص. نروح بقى نفتح ده الفايل بتاع الهوتيل، وتقريبا انا حافظه هنا، ادي ار جي اهوت اللي انا حافظته بيه، تمام. اهوت يا هندسه، خلينا نبص بقى كده نشوف هو مطلع لنا ايه، تمام. هتلاقي هنا مثلا بيقول لك الاستراكشر داتا، تمام. يعني مثلا هنا ايه، انت مثلا كان عندنا بدرومين، تمام. ادي البدروم الاول، ادي البدروم الثاني، وبعد كده الجراوند، وبعد كده الفيرست السكند وهكذا لغايه الروف، تمام. وبعد كده اللود باترن بتاعتك اللي انت معرفها، تمام. وهنا بقى ايه موضوع السايزميك لود وحساب قوه الزلازل، وده مثلا ده الاول المدخلات، يعني بيكون في صفحه المدخلات. خلي بالك ان هو ممكن ان انت تطلع ريبورت قبل ما تعمل ران يكون جايب لك المدخلات بس، بعد ما تعمل ران بيجيب لك النتائج كمان. يعني مثلا هتلاقي هنا مطلع لك النتائج كمان، فهنا مثلا بيقول لك وزن المنشأ، وادي ايه، وادي قوة الزلزال، ولكن طبعا كل ده وفقا للكود الامريكي، خلاص. وحاسب لك هنا مثلا وفقا للكود الامريكي، بنحسب بقى السي اس ونقارنها بالمينيمم والماكسيمم، بيقول لك ان هي ايه ما بين المينيمم والماكسيمم. يعني الكلام ده كله هو بيعمله بقى، الكلام اللي كنا شرحناه في المانيوال بقى، تمام. فاكر بقى كل الكلام ده يا باشمهندس، تمام. الاس ام اس والاس ام 1 والاس دي اس والاس دي 1، تمام. ادي فايده المانيوال بقى، انك تكون فاهم حسابات البرنامج مخرجه ايه يا باشمهندس، تمام. وادي القيم بتاعتنا، هي قيم المينيمم وقيم الماكسيمم، نفس الكلام اللي احنا شرحناه في المانيوال، خلاص. وادي يا باشمهندس اهيت، ادي كمان شكل الفورس اهيت على الادوار، ودي حاجه كويسه جدا. ودي كمان جدول اهوت مطلع لك الفورس ديت بالشكل ده كقوه جانبيه طبعا استاتيكيه، وهنا كجدول بكمان بقى بالارتفاعات. فتقدر تاخد الكلام ده وتحطه في النوتة بقى يا باشمهندس. هنا مثلا كان بيقول لك ان الكلام ده في اتجاه اكس، كانت اي كيو اكس. لو جينا مثلا كمان شويه هنا هتلاقي هنا بيقول لك اي كيو واي، وبعد كده يا باشمهندس هتلاقي بقى ايه، طبعا هنا الواي بالاحمر، هنا بقى الفانكشن، تمام. خلي بالك ان انا كنت معرف، او في المشروع ده احنا كنا شغالينه دايناميك، يعني انا اشتغلته دايناميك، تمام. فكنت بس معرف، ما كنتش معرف بقى ايه اي اكس موجب اكسنتريستي وناقص اكسنتريستي والكلام ده، تمام. يعني لو جيت هنا على الكيسز هتلاقيني بس معرف اي كيو اكس اي كيو واي، ليه؟ عشان بس ان انا اعمل سكيل فاكتور لما اجي مثلا اعرف الريسبونس سبيكترم فانكشن، عفوا الريسبونس سبيكترم كيسز، سواء في اكس او في واي. لما تيجي تبص هتلاقيني مثلا ايه عاملين بقى السكيل فاكتور هنا، خلاص. فبتقارن بقى عشان نشوف هناخد سكيل فاكتور قد ايه بقى وفقا للكود الامريكي، يعني
فهو بعد كده بقى خلص لك الاستاتيك، هيخش لك بقى في ايه، في الشغل الدايناميك بقى. خلاص ادي الريسبونس سبيكترم فانكشن بقى والكلام ده كله تمام. وبعد كده يا باشمهندس هيعرف لك بقى ادي الموضوع الدايفرام تمام. كل ده نتائج شغل بقى الزلازل يا باشمهندس. ادي الدايفرام ماكسيمم على الافريج دريفت تمام. الكلام ده كله مهم برضو عشان الراجل اللي بيراجع وراك يكون شايف القيم عامله ازاي تمام. ستوري فورسز يعني كل الكلام ده تمام اهوت يا باشمهندس تمام. طيب لو جيت يا باشمهندس هنا قلنا له مثلا طلع لي بقى ريبورت للبروجكت، يعني بروجكت ريبورت تمام. ككل بقى مش سمري تمام. اتكه بس هنا مرتين ونشوفه هيطلع ايه. طبعا انا كنت مطلعه قبل كده بقى عشان انا صممت المشروع ده. ادي الريبورت بتاع المشروع اهوت. ادي بيقول لك هنا بقى بروجكت ريبورت مش سمري ريبورت تمام. وكان 169 صفحة تمام، 169 صفحة تمام. والبروجكت ريبورت بقى بيتخرج لك بقى كمان هنا اللي هو فهرس انت عندك ايه هنا تمام. هو طبعا بيكون مفصل اكتر. لما تيجي تبص كده هتلاقي هنا بيقول لك الاستراكشر داتا. تيجي هنا مثلا ادي الاستراكشر داتا، بس هنا مثلا هيقول لك بقى ايه الجريد داتا وكل حاجة بقى. كمان هيجيب لك السكاشن انت معرفها تمام. هنا مثلا الحوائط مثلا اللي احنا معرفينها تمام. ادي حتى اللينك ممبر تمام، والماس سورس اللي انت مدخلها تمام، والسنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي الجدول بتاعهم تمام. برضو هيكون يعني كل حاجه اهوت. ودي كمان مهمه جدا اللي هو مثلا بيقول لك الماتيريال بتاعتك تمام، في البروبرتيز الكلام ده، الماتيريال اللي انت مدخلها والقطاعات اللي انت مدخلها تمام، والبلاطات اللي انت مدخلها والرينفورسمنت واللينكات والكلام ده كله. الكلام ده بنحتاجه برضو في النوتة تمام، عشان تعرفوا القطاعات اللي انت مدخلها قد ايه تمام. وبعد كده بقى ايه، تيجي في الاخر كده هتلاقي بقى مبين لك بقى شغل الزلازل، بيخليك شغل الزلازل بقى في الاخر ده الستوري دريفت والكلام ده. نرجع شوية كده تمام. برضه ديت الجداول هي اللي كانت طالعه في السامري اللي هي الستوري ماكسيمم على الافريج دريفت والكلام ده تمام. لو جينا كده نشوف هنا بيقول لك بقى يا باشمهندس انا مطلع لك 410 صفحه. طب ايه اللي اختلف؟ مع انك هنا كنت مطلعه مثلا 169 صفحه تمام. انا كنت عامل لحاجات رن وحاجات لا. يعني مثلا هنا انا مثلا عامل، لما تيجي تبص على انالايز وتقول له مثلا لود كيس تو ران، انا عامل هنا كله ران تمام. انما لما اجي اشتغل على المشروع الحقيقي انا في حاجات ما بحتاجهاش. يعني خلاص انا مثلا انا عملت مثلا عملت مثلا الفاكتور بالاي كيو اكس والاي كيو واي، ما بقتش خلاص محتاج الاستاتيك. فخلاص انا هشتغل مثلا الريسبونس سبيكترم. فاجي هنا يا باشمهندس عشان وقت المشروع، يعني الوقت المشروع ده ممكن ياخد مثلا 5 دقائق يعمل ران، فاشيل بقى الحاجات اللي انا مش محتاجها. فاقول له هنا مثلا دونت ران مثلا ديت تمام، وديت كمان دونت ران، انا مش عايزهم في حاجه تمام. خلاص يعني مهمتهم انتهت معايا. وهقول له ران. فعشان كده مثلا هنا يعني مثلا هنا الشكل ده كان هنا مطلع لي مثلا ايه، كان هنا مطلع لي مثلا قوى الزلازل الاستاتيكيه النتائج بتاعتها والكلام ده ماشي. انما هنا تمام ما كانش مطلع لي الكلام ده. ليه؟ انا مش عامل له ران اصلا، فهمتني؟ انما هنا انا كنت عامل ران لكله، كنت عامل ران لكله، فهيطلع لك بقى كل حاجه. خلاص عشان كده يا باشمهندس انا بقول لك البتاع البروجكت ريبورت ده ممكن يوصل معاك في مشاريع اكبر شويه ل 2000 صفحه ولا حاجه. خلاص طيب فتشوف بقى، يعني تشوف بقى الحاجه اللي انت محتاجها مثلا في المشروع بتاعك، وبناخدها سكرين مثلا نحطها في النوتة بتاعتنا. خلاص يا باشمهندس طيب تمام. برضه انا هنا مثلا في النوت بتاع المشروع ده انا كنت حاطط له شغل الاستاتيك برضه عشان افهمه برضه الفرصه الاستاتيكيه كانت كام، عشان افهمه
موضوع السكيلينج اللي احنا عملناه.